بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ آخر فيديو معانا في النون ممبرينس اورجانيلز هنتكلم فيه عن السيل فيلامنتس، وهنتكلم عن السيل انكلوجنز. السيل انكلوجنز مش تبع الاورجانيلز اصلا، ولكن يعني هما محطوطين هنا بقى، فايه هنخلصهم بالمرة. يعني اول حاجة بس معانا السيل فيلامنتس، اللي هي بعض الخيوط البروتينية اللي بتبقى موجودة في الخلية. ماشي، بيقول لك ان هي نون ممبرينس اورجانيلز. اهلا وسهلا، احنا عارفين ان هي نون ممبرينس اورجانيلز. ماشي، موجودة فين؟ والله بص، يعني موجودة تقريبا في كل الخلايا. ماشي، ولكن بتبقى موجودة في خلايا عن خلايا أكتر. ماشي، هي بتبقى وايدلي سبريد ان فاريوس سيلز، يعني منتشرة في خلايا كتير جدا. ماشي، ولكن تبقى متركزة في بعض الخلايا، اللي يا إما مطلوب منها حركة معينة، يا إما مطلوب منها يبقى لها شكل محدد. تمام، يعني مثلا الخلايا العضلية دي مطلوب منها إن هي تنقبض. طيب، انقباض العضلات أنت كنت واخده في السنة اللي فاتت في تالتة ثانوي، إن هو عبارة عن خيوط من الأكتين وخيوط من الميوسين، والأكتين بيتزحلق على الميوسين والكلام ده كله. إذا طب ما هي ديت السيل فيلمنتس أصلا، يعني هي الأكتين والميوسين والحاجات دي كلها هي ديت السيل فيلمنتس. إذا الخلايا العضلية أو اللي هي الماسل فايبرز بيبقى موجود فيها سيل فيلمنتس بتركيزات كبيرة جدا. ماشي، فقال لك أول حاجة المايو فيلمنتس. مايو ديت معناها عضلي. تمام، فمايو فيلمنتس يبقى الخيوط العضلية اللي هي بتبقى موجودة في الماسل سيلز زي الاكتين والميوسين. تمام كده، في حاجه كمان كده اسمها اليوروفيلمس. ديت مجموعه من الخيوط بتبقى موجوده في النيرف سيلز، مسؤوله عن حاجتين. اول حاجه ان هي تكسب النيرف سيل الشكل المميز بتاعها، اللي هي تبقى شكلها شكل النجمه كده. ماشي، ويبقى طالع منها زوايد ودندرايتس والحاجات الغريبه دي كلها. تاني وظيفه ان هي بتساهم في التوصيل الكهربي بتاع، ماشي، يعني بتزود التوصيل الكهربي بتاع خلايا العصبيه ديت. فالنيورو فيلمنتس دي بتبقى موجوده في النيرف سيلز. وكمان حاجه كده اسمها تونو فيلمنتس، اللي بتبقى موجوده في الابيثيليال سيلز. طبعا انا اول مره اسمع عن كلمه تونو فيلمنتس ديت، يعني ما سمعتش عنها قبل كده، ولما رحت ابحث عنها مثلا عشان ازود معلوماتي فيها وكده، ما لقيتش حاجة مفيدة ان انا ممكن اقولها لكم. يعني هو قاعد بقى يقول لك دي عبارة عن كيراتين، يعني بتتكون من بروتين اللي هو الكيراتين، وبتبقى موجودة في الابيثيال سيلز، ووظيفتها بتعمل مش عارف ايه وحاجات غريبة كده. لكن يعني ما لقيتش اللي هو الملخص اللي انا اديه لكم، بحيث تبقوا فاهمين يعني ايه تونو فيلمنتس وكده. فاحنا هنعديها يعني. تمام، يبقى احنا كده عندنا السيل فيلمنتس بتتركز قوي في ثلاث اماكن. اول حاجة المايو فيلمنتس دي بتبقى موجودة في الماسل فايبرز او الماسل سيلز. تاني حاجة اللي هي النيورو فيلمنتس دي بتبقى موجودة في النيرف سيلز. وحاجة اسمها تونو فيلمنتس بتبقى موجودة في الابيثيليال سيلز. طيب، باللايت مايكروسكوب انا ممكن اشوف السيل فيلمنتس ديت ازاي؟ هقول لك، فاكر شفنا المايكرو تيبيول ازاي؟ هي السيل فيلمنتس هتبقى شبه المايكرو تيبيول بالظبط. احنا كنا بنشوف المايكرو تيبيولز بالاميونو فلورسنس عن طريق ان احنا بنجيب انتي بودي ضد البروتين اللي كان اسمه تيوبيولين ساعتها. تمام، عايز اقول لك بقى ان معظم السيل فيلمنتس ديت بتتكون من البروتين اللي هو الاكتين. فاحنا دلوقتي يعني جايبين جسم مضاد انتي بودي يروح يمسك في الاكتين دوت، واول ما يروح يمسك في الاكتين انا اقدر اشوفه بالاميونو فلورسنت مايكروسكوب، اللي هي بنشوف عن طريق الاميونو فلورسنت تكنيك، ودي كلمه مهمه جاي لك في الام سي كيو. ماشي، باي يوزنج فلوروسين ليبلد انتي اكتين انتي بودي. ايه الكلمه المجعلصه دي بقى؟ بص هقول لك على حاجه، دايما وانت بتذاكر كده لو حاولت تقرا كلمه وحسيتها كبيره ومجعلصه، حاول تقسمها وتجيبها من الاخر. يعني مثلا احنا هنا هنقول لك ايه، انتي بودي، حلو، ده عارفينها يعني جسم مضاد. ماشي، هات الكلمه اللي قبلها كده، انتي اكتين، انتي اكتين انتي بودي، يبقى جسم مضاد ضد بروتين اللي هو الاكتين. ماشي، فلوروسين نيبلد، يعني احنا معلمينه بماده فلوروسيه، يعني الانتي بودي هو مثلا هو بيبقى عامل كده. ماشي، بنروح احنا جايبين ماده فلورسيه كده اللي هي ماده مشعه شويه، ونروح جايين حاطينها عليها عليه من تحت كده. فنقوم لما نبص تحت الميكروسكوب نشوف الماده الفلورسيه ديت، ولما نشوف الماده الفلورسيه كده ديت نعرف ان ده الانتي بودي اللي موجود ساعتها. تمام، وادي الصوره هي بتاعه السيل فيلمنتس بالاميونو فلورسنت تكنيك او بالاميونو فلورسنت مايكروسكوب. كل الاخضر اللي انت شايفه دوت دي بروتينات الاكتين. طيب، هل احنا شايفين الاكتين نفسه او شايفين السيل فيلمنتس نفسها؟ لا، احنا شايفين الانتي بودي اللي ماسك فيها. تمام كده. طيب، بالالكترون ميكروسكوب بقى بتبان ازاي؟ والله بتبان شويه خيوط، يعني احنا بنتكلم الخيوط اللي موجوده في الخليه، فهي هتبان شويه يعني شويه خيوط زي appear as thread like structures. thread يعني خيط، ف يعني شويه شعر كده، شويه خيوط كده. forming either، يعني يا اما بتترتب بقى في شكل من ثلاث اشكال، يا اما نتورك، يا اما باندل، يا اما شيت. يعني ايه نتورك؟ يعني شكل شبكه، يعني اللي هو مثلا بيبقى بالشكل ده كده، ماشي، بتكون شبكات كده من الخيوط. ماشي، يا اما باندل يعني حزمه، يعني مثلا اللي هو ايه، مجموعة الأقلام دي كده يترتبوا كده يبقوا بندل، هما إيه، حزمة كده شبه حزمة الجرجير بالظبط. تمام، شيت بقى يعني مترتبين جنب بعض، مصفوفين جنب بعض يعني كده. تمام، أنا جاي موقفهم كده كده. ماشي، لما رصهم جنب بعض كده كده بقى اسمها شيت. تمام، يبقى يا إما نتورك في شكل شبكي، يا إما بندل حزمة الجرجير، يا إما شيت، اللي هما مرصوصين جنب بعض. فورمينج ايزر نتورك
ماشي، يا اما باندل يا اما شيت اندر ذا سيل ميمبرين، موجودين تحت السيل ميمبرين ماشي. وادي دي صوره بتوضح لك الباندل ماشي من السيل فيلمنتس، هي عامل زي ربطه شعر كده، تحس لما ساعات لما واحده مثلا تقص شعرها كده ويبقى مرمي، فهو بيبقى عامل زيها كده تمام. ودي صوره بتوريك الشيتس، بتلاقيهم بص يعني تحسهم ايه مفرودين كده، مرصوصين جنب بعضهم مفرودين، كل الخيوط السوداء ديت هي ديت السيل فيلمنتس تمام كده. تمام، يبقى باللايت مايكروسكوب ممكن نشوفها بالاميونو فلورسنت اميونو فلورسنت تكنيك، عن طريق ان احنا بنجيب انتي بودي ضد الاكتين وبنبص عليه باللايت بالالكترون مايكروسكوب. هما ثريد لايك ستراكشرز، بعض الخيوط كده مترتبين، يا اما نتورك يا اما بندل يا اما شيت ماشي. تمام، طيب قال لك صنف لي بقى السيل فيلمنتس ديت، يعني انا عايز اقسمهم كده وادرسهم واشوفهم. قال لك قسمهم على حسب الدايمتر بتاعهم، على حسب سمك الخيط دوت ماشي. فاحنا بدانا ندرسهم كده، لقينا انه في بعض الخيوط السمك بتاعها بيتراوح من 6 نانومتر لحد 8 نانومتر ماشي، وبعض الخيوط التانية السمك بتاعها بيتراوح من 8 نانومتر لحد 10 نانومتر، وبعض الخيوط التالتة بيتراوح السمك بتاعها من 10 نانومتر لحد 15 نانومتر ماشي. يبقى شوية من 6 ل 8، وبعدين من 8 ل 10، ومن 10 ل 15. احنا بدأنا نصنفهم كده، اللي من 6 ل 8 دول ما سميناهم ثين فيلمنتس، ثين فيلمنتس يعني دي ارفع حاجه خالص، اصغر حاجه موجوده عندنا. من 8 ل 10 ديت انترميديت، حاجه اللي موجوده في النص. من 10 ل 15 ديت الثيك تمام. يبقى احنا كده عندنا ايه، من 6 ل 8 دولت السن، من 10 ل 15 دولت السك، اللي واقعين في النص دومت الانترميديات اللي هما من 8 ل 10. السين فيلمنت هي الاكتين تمام، بس السك فيلمنت هي الميوسين بس، اي حاجه تانيه بقى بتحطها انترميديات تمام كده. يبقى احنا عندنا سن وعندنا سك وعندنا انترميديات، السن هي الاكتين، السك هي الميوسين، الانترميديات الباقي. الارقام مهمه، السن من 6 ل 8، الانترميديات من 8 ل 10، السك من 10 ل 15 تمام، عشان نحفظهم لان الارقام مهمه يعني. فهنقول 6 8 10 15، يعني 6 8 10 بتزود 2 وبقى نحط 15 في الاخر. من 6 ل 8 يبقى ثين فيلمنت اللي هي الاكتين، من 8 ل 10 يبقى انترميديات اللي هي بقيه الخيوط، من 10 ل 15 تبقى ثيك اللي هي الميوسين تمام كده. هو بدأ اهوت بيقول لك الثيك فيلمنت بتبقى من 10 ل 15 نانو، الرقم ده مهم يجي لك ام سي كيو ماشي، زي الميوسين فيلمنتس اللي بتبقى موجوده في المسل فايبرز، يعني الميوسين دي مش موجوده غير في المسل بس اصلا تمام. عندنا السين فيلمنتس او ساعات بنسميها المايكرو فيلمنتس، يعني دي اصغر حاجه موجوده عندنا، دي بتبقى من 6 ل 8 نانو، زي الاكتين فيلمنتس اللي بتبقى موجوده في المسل فايبرز وفي اذر سيلز بقى، يعني الاكتين دي موجوده في كل حته تقريبا ماشي، فبتبقى في المسل وفي غير المسل. عندنا كمان الانترميديت فيلمنتس دي بقى اللي في النص، من 8 ل 10، يبقى من 6 ل 8 ثين، 8 10 انترميديت، 10 15 ثيك ماشي. دي اي حاجه تانيه بقى ما عدا الاكتين والميوسين، يعني زي النيورو فيلمنتس مثلا اللي بتبقى موجوده في النيرف سيلز، حاجه كده اسمها جلايال فيلمنتس اللي بتبقى موجوده في الجلايال سيلز. الجلايا سيلز ديت هي الخلايا اللي بتخدم على النيرف سيلز او على الخلايا العصبيه، يعني افتكر دايما كان الدكتور علا كده تقول النيرف سيل ديت او الخلايا العصبيه ديت خلايا هانم، يعني هي ما بتعملش حاجه في حياتها غير ان هي بتصدر قرارات، تصدر اشاره عصبيه مثلا تقول عضله ان هي تنقبض، او تصدر اشاره تانية تقول لغده ان هي تفرز حاجه، او تصدر اشاره لعضو معين تقول له اتحرك مثلا او اعمل اي وظيفه تمام. ديت النيرف سيل هي خليه هانم ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تصدر اوامر تمام. الخليه الهانم دي بقى بيبقى عندها شغال اللي هي كان بيبقى اسمها جلايل سيلز ديت ماشي، اللي هي الجلايل سيلز ديت دي اسمها خليه خدامه. وظيفتها ايه بقى؟ وظيفتها ان هي تعمل الميتابوليزم وتعمل التفاعلات الكيميائيه وتوصلها للنيرف سيلز، يعني من الاخر كده بتاكل النيرف سيلز ماشي، تودي الاكل للنيرف سيلز، النيرف سيلز تاكل تاخد الفضلات من النيرف سيلز وتوديها تاني. يبقى الجلايا سيلز ديت اللي هي ايه، الخلايا الخدامه بتاعت النيرف سيلز، بيبقى موجود فيها نوع من البروتينات برضه او نوع من الخيوط بنسميها جلايا الفيلمنتس بس، يعني ماشي اوف ذا نيرف سيستم، يعني الاثنين دول موجودين في النيرف سيستم زي ما قلت لك، النيرف سيلز ديت الخلايا الهانم، الجلايا سيلز ديت الخلايا الخدامه بتاعت النيرف سيستم ماشي. طبعا السؤال بتاع التايبس بتاع الفيلمنتس دوت ممكن يجي لك سؤال اسي، او يجي لك مثلا يقول لك ايه انيوميريت تايبس اوف سيل فيلمنتس اكوردنج تو ذا دايمتر، فانت هتقول لي احنا عندنا سن وعندنا انترميديات وعندنا ثيك، وتبدا تصنفهم لي كده، السن من 6 ل 8، الثيك من 8 ل 10، الثيك السن من 6 ل 8، الانترميديات من 8 ل 10، الثيك هتبقى من 10 لحد 15 تمام كده. الثيك فيلمنت دوت اللي هو الميوسين من 10 ل 15 زي اللي هو الميوسين، يعني مفيش غيره. السن اللي هو الاكتين ودي بنسميها مايكرو فيلمنتس، دي بتبقى من 6 ل 8، الانترميديات دي بتبقى من 8 ل 10، زي الباقي بقى نيورو فيلمنتس وجلايال فيلمنتس والحاجات دي كلها تمام. طيب ايه هي الفانكشن بقى بتاعت السيل فيلمنتس؟ والله اول حاجه ان هي بتشارك في تكوين السيتوسكيلتون زيها زي المايكرو تيبيولز والحاجات دي كلها، بتشارك في تكوين السيتوسكيلتون بتاع الخليه تمام. تاني حاجه بقى او بقيه الفانكشنز عامه، يعني بتبقى مسؤول عن اي حاجه هتتحرك
او اي حاجه هتنقبض، او اي حاجه يعني بص حاجه هتنقبض كده، هي هتلاقي السيل فيرمنتس داخله فيها. حاجه هتتحرك، خليه هتمشي، هتلاقي السيل فيرمنتس داخله فيها. اي حاجه هيحصل فيها حركه في الخليه او في الجسم هتلاقي السيل فيرمنتس داخله فيها، ماشي؟ فاول حاجه مسؤوله عن الكونتراكشن اوف ماسل فايبرز، ماشي؟ ما احنا عندنا الاكتين والمايوسين، دول هم السيل فيرمنتس اصلا اللي بيخلوا الماسل تنقبض، ماشي؟ قال لك اند نون ماسكولار سيلز. يعني ايه نون ماسكولار سيلز؟ يعني خلايا بتنقبض بس مش عضليه. ايه ده، هو في خلايا ممكن تنقبض ومش عضليه؟ اه، في بعض انواع خلايا الابيثيليوم بيحصل فيها كونتراكشن، بتنقبض وما بتكونش خلايا عضليه، يعني هي لا عضلات ملساء ولا عضلات مخططه ولا العضلات دي كلها، زي بعض الخلايا اللي بتبقى مصاحبه للغدد، ماشي؟ احنا دلوقتي عندنا غده مثلا، الغده بيبقى شكلها عامل كده مثلا، يعني هي شكلها مدور كده، وبيبقى طالع من هنا القناه اللي هتمشي فيها الافرازات بتاعت الغده، وهنا كده الخلايا اللي هتفرز الانزيم او الهرمون او الحاجات اللي الخليه اللي الغده دي بتفرزها بقى، ماشي؟ فدلوقتي الغده افرزت، او خلينا نرسمها احسن، يعني تعالى كده نرسم رسمه. عندنا ادي دي اللحظه، ادي دي كده القناه، ماشي؟ وادي الغده اهيت، وادي يعني دي كده غده، ماشي؟ الخلايا بتبقى موجوده هنا كده، دي مثلا الخلايا بتاعت الغده، تمام؟ الخلايا ديت بتبدأ تفرز الهرمونات وتطلعها في اليومن ده كده، يعني بتحط الهرمونات او الانزيمات او اي افراز بتاعها بقى تحطه هنا كده. المفروض الافراز دوت يبدأ يخرج ويمشي في القناة ديت لحد ما يوصل للمكان اللي هو مطلوب منه بقى. طيب دلوقتي علشان اخلي الافرازات ديت تخرج وتمشي كده، لازم اعصر الحتة ديت، اعصر الغدة ديت، يعني اضغط عليها من هنا كده واضغط عليها من هنا كده، فتقوم التركيب ده يتطبق كده ويروح جاي ايه خارج على بره، تمام؟ فربنا راح جاي خالق بعض الخلايا اللي بيكون ليها القدرة ان هي تنقبض، تبقى موجودة هنا كده، موجودة بالشكل ده كده، ماشي؟ تبقى خلايا مبططة كده ولفة حوالين الغدة المفرزة دي كده، ماشي؟ الخلايا ديت تقدر ان هي تنقبض، تقوم لما تنقبض تعصر الغده اللي موجوده في النص ديت، تقوم تساهم ان الافراز دوت يخرج لبره، تمام؟ دي كده اسمها النون ماسكولار سيلز، بتقدر ان هي تنقبض. النون ماسكولار سيلز دي بيبقى فيها برضو سيل فيلمنتس، تمام كده؟ طيب قال لك حاجه كمان اللي هي الموفمنت اوف مايكرو فيلاي. يعني ايه مايكرو فيلاي؟ يعني زوائد بتبقى خارجه من الخليه شبه صوابع كده، تمام؟ حاجه كده شبه السيليا بس هي مش سيليا. يعني بص ادي خليه اهيت، خليه عادي في امان الله، لقينا السطح اللي فوق دوت خارج منه بعض الزوائد شبه السيليا كده شويه. طيب هي ايه الفرق ما بينها وما بين السيليا؟ يعني ليه ما نقولش عليها ان هي سيليا؟ لان السيليا دي بتبقى خازوق كده طالع من وسط الخليه، يعني ادي الخليه اهيت، تلاقي السيليا طالعه منها كده، ماشي؟ خارجه منها هي ستراكشر لوحدها. لكن المايكروفيلاي ديت عباره عن ان الخليه بنفسها طلعت لبره، يعني عارف لو ديت سيليا كانت الخليه انتهت هنا كده والسيليا طلعت منها كده، لكن هو ايه اللي حصل؟ احنا دلوقتي عندنا ادي الخليه اهي، كان المفروض تخش كده، لا الخليه راحت جايه مكمله كده وطالعه، وراحت جايه نازله تاني، وراحت جايه مطلعه، وراحت جايه نازله تاني. الحته بتاعت الميكروفيلاي او البروز اللي خرج ده جزء من الخليه، شايل سيل فيلمنتس وشايل سيتوبلازم وشايل اورجانيلز، شايل كل حاجه من الخليه، تمام؟ ده بيبقى جزء من الخليه، تمام؟ الميكروفيلاي دي بتبقى موجوده مثلا في الانتستين، لو تفتكر كده كان في حاجه اللي هي كانت اسمها الخمالات تقريبا، اللي هي بتزود مساحه السطح علشان تسمح بالامتصاص والحاجات ديت، هي ديت الميكروفيلاي بقى، ماشي؟ الميكروفيلاي دي ساعات بتتحرك، المسؤول عن الحركه بتاعتها هي السيلف ليمتس، تمام كده؟ في حاجه برضو اسمها ريتراكشن اوف ذا بلاك كلوت. اول حاجه بلاك كلوت يعني جلطه دمويه، تكون الجلطه يعني، ماشي؟ ريتراكشن معناها انكماش، ماشي؟ عارف الحاجه لما تكش، هي ديت ريتراكشن اوف بلاك كلوت. اثناء ما البلاك كلوت بتتكون بقى مثلا ايه، ادي شويه بليتلز كده بداوا يتجمعوا هنا كده، وبدا يقف معاهم شويه ار بي سيز، وبعدين جه الخيوط الفايبرين ديت بدات تتكون وتلزقهم في بعض، تمام؟ ديت من اليات تكوين اللي هي البلاك روت يعني، ماشي؟ بعد ما بتتكون بقى بالشكل ده كده، بتروح جايه البليتلز تنقبض عليها وتخليها تكش كده تصغر، يعني بص ادي كانت عامله كده بدات تنقبض كده وتصغر، ديت اسمها التراكشن اوف بلاك روت، اللي مسؤول عنها ايه؟ المسؤول عنها السيل فيلمنتس، ماشي؟ لما تبقى تاخد بقى البلاك روت بالتفصيل ان شاء الله في مديول البلاد في سنه تانيه، تبقى تفهم ليه بيحصل التراكشن، والتراكشن ده بيحصل ازاي بالظبط، والكلام ده كله مش وقته دلوقتي يعني. المهم تعرف ان التراكشن اوف بلاك روت مسؤول عنه السيل فيلمنتس، من ضمن الوظائف بتاعت السيل فيلمنتس. خامس حاجه سيبريشن اوف سيلز ان سيل ديفيجن. عارف لما الخلايا تيجي تنقسم وبعدين يبداوا يبعدوا عن بعض كده، وتحس في
بيكشوا من النص كده او بتنحصر من النص كده، هي ديت بقى بسبب حاجه كده بتتكون اسمها كونتراكتايل رينج، اللي هو الكلمه دي كونتراكتايل رينج. كونتراكتايل رينج ديت مجموعه من خيوط الاكتين بتلف حوالين الحته اللي في النص ديت وتبدا تحصرهم كده لحد ما تخليهم ينفصلوا عن بعض، تمام؟ ديت بسبب ايه؟ بسبب خيوط الاكتين. فاذا ديت من وظائف السيل فيلمنتس برضه، ماشي؟ سيبريشن اوف سيلز اند سيل ديفيجن. اخر حاجه الموبيلتي اوف سيل ميمبرين اثناء عمليات الفاجوسايتوزيس. يعني مثلا دلوقتي دي خليه مثلا هنعتبرها ماكروفاج عايزه تبلع البكتيريا دي، ماشي؟ فبتبدا تمد زوائد كده من السيتوبلازم تخرج لهنا، وزوائد كده من السيتوبلازم تخرج من هنا، اللي هي كنا بنسميها اقدام كاذبه او اللي هي الزودوبوديا، ماشي؟ تبدا تحاوط بيها والبنيين ينحموا في بعض، وتروح جايه محاوطه البكتيريا دي بفاجوسوم بقى وتدخلها جواها وكده. طيب عشان السيتوبلازم يقدر يتحرك ويخرج لبره كده، لازمه سيل فيلمنتس تخرج كده تدعمه وتزقه علشان يخرج لبره كده. فاذا دي برده من وظائف السيل فيلمنتس، ماشي؟ اللي هي ايه؟ mobility of the cell membrane، تحرك ال cell membrane in the free cells and macrophages of phago and pinocytosis، تمام كده؟ أثناء عملية الفاجو والبينوسيتوزز زي في الماكروفاج ديت برضو من ضمن وظائف ال cell filaments. يبقى لما يجي يقول لك سؤال قاسي كده enumerate functions of cell filaments، هتقول له 6 حاجات. يعني ممكن هو يكون طالب منك 3 2 4، فأنت يعني لازم تبقى حافظ منهم عدد على الأقل. يعني أول حاجة formation of the cytoskeleton of the cell، تاني حاجة contraction of muscle fibers and non-muscular cells، تالت حاجة movement of microvilli، رابع حاجة retraction of the blood clot، خامس حاجة separation of cells and cell division، سادس حاجة mobility of the cell membrane أثناء الفاجوسيتوسيس والبانوسيتوسيس، تمام كده؟ سؤال قيسي كمان بقى كنا اتكلمنا عنه في أول ما بدأنا نتكلم عن السيتوسكيلتون، وهعوده لك تاني بقى بعد ما خلصنا السيتوسكيلتون، اللي هو السيتوسكيلتون دوت بيتكون من إيه؟ أول حاجة بيتكون من الميكروتوبيولز، وبعدين بيتكون من الحاجات اللي إحنا خدناها في الفيديو النهاردة، اللي هما الاكتين فيلامنتس والانترميديت فيلامنتس وبعض الاكسسوار بروتينز اللي ما اتكلمناش عنها، ماشي؟ يعني ما لهاش لازمه يعني. المهم احنا ليه قلنا اكتين مثلا وما قلناش مايوسين؟ عشان قلت لك ان المايوسين ده بيبقى موجود في خلايا العضلات بس، فاذا هو مش بيشارك في السيتوسكيلتون. يبقى السيتوسكيلتون ده بيتكون من ايه؟ مايكروتوبيولز، اكتين فيلامنتس، انترميديت فيلامنتس واكسسوري بروتينز، ماشي؟ مهمه ان انت تبقى حافظها. طيب اخر حاجه معانا بقى اللي هي السيل انكلوجنز. السيل انكلوجنز ديت هي مش اورجانيلز اصلا، يعني هي مش اعضاء جوه الخليه، تمام؟ امال ديت عباره عن ايه؟ عباره عن بعض المكونات كده اللي بتبقى موجوده في الخليه بشكل مؤقت، الخليه ممكن تحتاجها مثلا فبتبدا تخزنها جواها، ماشي؟ او الخليه عايزه تتخلص منها فبتخليها جواها على حد ما تتخلص منها يعني وكده. فاللي هو مثلا دي زي الاكل والشرب اللي بيبقوا متشالين في التلاجة كده بالنسبه للخليه، يعني اللي هم اسمهم ايه؟ سيل انكلوجنز. انكلوجنز يعني متضمنات او حاجات كده بتبقى موجوده جوه الخليه بس هي مش تبع الخليه اصلا، ماشي؟ فبيقول لك زي ار تمبراري كونستيتيوتنس اوف ذا سيل. تمبراري يعني حاجه مؤقته، كونستيتيوتنس يعني مكونات في الخليه او حاجات بتبقى موجوده مؤقت بشكل مؤقت في الخليه، ماشي؟ ممكن تكون حاجه من 3، يا اما نيوتريتيف سبستانسز يعني بعض المكونات الغذائيه، حاجات الخليه محتاجاها علشان الاكل بتاعها، ماشي؟ يا اما بيجمنتس بعض الصبغات، ماشي؟ بتتكون جوه الخليه او بتتراكم جوه الخليه، وحاجه كده اسمها كريستالويدز. بص عايز اقول لك ان كلمه اويدز ديت يعني شبيه، ماشي؟ وكريستال اللي هي الكريستالات زي كريستالات الصوديوم، كريستالات اللي هو الكريستال اللي اسمه كان اسمه ايه الماس والحاجات ديت، تمام؟ فدي حاجات كده شبيهه بالكريستالات بتترسب جوه الخليه وما لهاش اي تاتين لازمه، يعني بنتكلم عنها كلمتين كده في الاخر، ماشي؟ اهم حاجه عندنا ان هم النيوتريتيف سبستانسز والبيجمنتس ديت يعني كلام فاضي، يعني الكريستالويدز دي في الاخر كلام فاضي. نبدا اول حاجه بالنيوتريتيف سبستانسز، هيكلمنا عن 3 حاجات: البروتين والجلايكوجين والليبيد. اول حاجه البروتين، طبعا اي خليه لازم هيبقى فيها بروتين، ماشي؟ يعني ده كلام منطقي جدا، مفيش اي خليه في الدنيا ما فيهاش بروتين. البروتين دوت ممكن يكون في صوره حاجه من 2، يا اما فري بروتين اللي هو بروتين خام، ماشي؟ زي الانسولين مثلا او اي هرمون اللي هو عباره عن بروتين وخلاص، يا اما بروتين ماسك في حاجه تانية. بروتين مثلا ماسك في ليبيد فبنسميه لايبو بروتين، بروتين ماسك في كربوهيدرات بنسميه جلايكو بروتين، وهكذا بقى، ماشي؟ فبيقول لك ان هو ايه؟ زي ار بريزنت ان اول سيلز، اي خليه لازم فيها بروتين، ايذر فري يعني بروتين خام كده فري زي الانسولين، او باوند تو اذر سبستنس ماسك في حاجه تانية زي اللايبو بروتين. ما عندكش اي تفاصيل تانية عن البروتين، ماشي؟ كلمتين بديهيتين جدا يعني. تاني حاجه معانا اللي هم الجلايكوجين. الجلايكوجين دوت موجود في خليتين بس في الجسم، خلايا الليفر وخلايا المصل، خلايا الكبد والعضلات، اظن دي معلومه قديمه اصلا، ماشي؟ بيبقى متخزن في شكل حبيبات، شكل جرانيولز، ماشي؟
زي هو بيبقى بريزنت ان ماسل اند ليفر سيلز از جرانيولز في شكل حبيبات، تمام؟ باللايت ميكروسكوب اقدر اشوف الجلايكوجين دوت ازاي؟ اظن دي معلومه قديمه اتكلمنا عنها في المايكرو تكنيك في تاني فيديو، تمام؟ لما كنا بنتكلم عن الصبغات، ان تقدر تصبغ الخليه بصبغه من اثنين، يا اما بيست سكارمين يا اما البريوريك اسيد شيف او اللي هي الباص. لو صبغت بالبيست سكارمين هتظهر معاك باللون الاحمر، تمام؟ لو صبغت بيه الباص هتظهر معاك بالبريوريك اسيد شيف، وساعتها قلت لك سكم الجي مع البي، يبقى الجي مع البي، البيست سكارمين والباص الاثنين بحرف البي مع الجي، قلت لك ساعتها كلمه جي بي ديت اللي هي ممارس عام في الطب اللي هو مستقبلك اول ما تتخرج من الكليه ان شاء الله، تمام؟ بيقول لك زي ابير از ريد جرانيولز افتر ستيننج واي بيست سكارمين، لو انت صبغت بالبيست سكارمين وبتظهر بشكل بيربل اللي هو البنفسجي دوت افتر ستيننج باي بريودك اسيد شيف او اللي هي اسمها البوس، تمام؟ طبعا الجلايكوجين والليبيد كمان ما ينفعش تشوفهم بالاتش اند اي او اللي هي بالروتين هيستولوجيكال ستيننج ديت، لان البارافين والزايلر والحاجات ديت بتدوب الجلايكوجين والليبيد فما بتقدرش تشوفها، تمام؟ طيب بالالكترون ميكروسكوب بقى اتضح لنا ان في نوعين من انواع الجلايكوجين على حسب هو موجود فين، يعني الجلايكوجين الموجود في الليفر ده مختلف عن الجلايكوجين اللي موجود في المصل. اللي موجود في الليفر سميناه الفا جرانيولز، واللي موجود في المصل سميناه بيتا جرانيولز. طبعا دايما الفا بتاخد رقم واحد وبيتا بتاخد رقم اتنين، ماشي؟ طبعا طبعا الجلايكوجين الموجود في الليفر اهم بكتير من الجلايكوجين الموجود في المصل. ليه؟ لان الجلايكوجين اللي موجود في الليفر ده متخزن للجسم كله، وانس ان الجسم محتاج جلوكوز اي مكان في الجسم محتاج جلوكوز الجلايكوجين اللي في الليفر ده هيتكسر وهيروح جلوكوز لاي حته في الجسم، تمام؟ بينما المصل مخزنه الجلايكوجين ليها هي بس، يعني الجلايكوجين موجود جوه المصل ده ما بيخرجش بره المصل، هي مخزنه ليها هي بس، تمام؟ فبالتالي الجلايكوجين اللي موجود في الليفر كان لازم يبقى موجود بكميات اكتر وبتركيزات اكتر، ويكون حجم حبيبات الجلايكوجين مثلا او كميه الجلايكوجين الموجوده في الليفر تبقى اكتر، تمام؟ فبيقول لك ان الالفا جرانيولز دي بتمثل الجلايكوجين الموجود في الليفر، نحفظها ازاي؟ ليفر بحرف ال والفا تاني حرف فيها ال، تمام؟ يبقى ليفر الفا، ليفر الفا، ليفر الفا، تمام؟ بينما البيتا ديت اللي هي موجوده في المصل اهم، يعني احد اشهر العضلات اللي موجوده في جسمنا هي عضله البايسبس اللي هي ديت، تمام؟ البايسبس ديت، فاحنا ممكن نقول البايسبس بيتا جرانيولز، البايسبس فيها بيتا جرانيولز، تمام؟ يبقى ليفر الفا بايسبس بيتا جرانيولز، تمام كده؟ تمام. الالفا جرانيولز دي بتبقى في شكل كلاسترز، يعني تجمعات، اور روزيتس، روزيتس يعني ورد، يعني بتبقى مترتبه في شكل ورده كده، ماشي؟ اوف فيري الكترون دنس، فيري الكترون دنس يعني غامقه بشكل فظيع بسبب ان موجود فيها جلايكوجين بتركيزات عاليه، تمام؟ يعني الجلايكوجين اللي فيها متركز جدا. بيتا جرانيولز، تمام؟ اللي هي يعني بص احنا البيتا جرانيولز دي بنركزها فبتدينا الفا جرانيولز، ماشي؟ اند از بريزنت ان ليفر، موجوده في الليفر، تمام؟ بيتا جرانيولز دي بقى بتبقى سنجل، يعني حاجات بسيطه كده، الريجولاري سفيريكال يعني بتبقى مدوره بس التدويره مش منتظمه، ماشي؟ الكترون دنس جرانيولز، هنا بص بيقول لك هنا الكترون دنس، هنا يقول لك فيري الكترون دنس، يعني دايما الالفا جرانيولز هي مركزه اكتر من البيتا جرانيولز. اند از بريزنت ان ماسل فايبرز، عايز اقول لك برضه ان الفرق ما بينهم مش مهم، يعني المهم تعرفي ان الالفا دي موجوده في الليفر، البيتا موجوده في موجوده في المصل. فكره الوصف بقى وروزيت وبيتا والكلام ده كله كلام فاضي يعني، ماشي؟ عايز اوريك بس شكل الروزيت ديت، قال لي بص يعني شكل الالفا جرانيولز تحس ايه في شكل ورده كده اللي هي بتبقى اهي دي كده اللي هي البيتا جرانيولز، تمام؟ كل دي كده اللي هي الالفا جرانيولز قصدي اللي بتبقى موجوده في الليفر، يعني ديت الكترون ميكروسكوب لليفر سيل، تمام كده؟ وديت صوره لايت ميكروسكوب فور جلايكوجين بالبيس سكارمين، تمام كده؟ تمام. يبقى احنا كده الجلايكوجين قلنا ان هو بيبقى موجود في خلايا المصل وخلايا الليفر باللايت ميكروسكوب بيتشاف صبغة من اثنين، يا اما بيست سكارمين يا اما بريوديك اسيد شيف. البيست سكارمين هتورهولي احمر، البريوديك اسيد شيف هتورهولي بيربل، اتفقت معايا؟ جلايكوجين جي بي، يبقى الجي اللي هي الجلايكوجين، البي اللي هي بيست سكارمين وباص، تمام؟ الالكترون ميكروسكوب الفا جرانيولز وبيتا جرانيولز، الفا جرانيولز موجوده في الليفر، بيتا جرانيولز موجوده في المصل، قلت لك بيتا بايسبس والفا ليفر، الفا ليفر، تمام؟ ممكن برضو نحفظها بطريقه تانية، الفا ديت رقم واحد فبالتالي هي بتبقى موجوده في الليفر لان الليفر هو الاهم، بينما بيتا موجوده في المصل، المصل رقم اثنين لان المصل اصلا محتفظه بالجلايكوجين لا هي بس، تمام؟
اخر حاجه معانا بقى اللي هم الليبيدز، دي موجوده تقريبا في معظم الخلايا بيبقى فيها ليبيدز برضه، تمام. لو انت عايز تشوفها باللايت مايكروسكوب فاتفقت معاك ان انت مش هينفع تشوفها بالاتش ان دي، انت ممكن تشوفها بالفريزنج، تمام، بالفريزنج تكنيك او بعض السبيشال ستينز زي ايه، زي الاوزميك اسيد والسودان 3 والسودان بلاك. اتكلمنا برضه عن الثلاث صبغات دول اثناء في المايكرو تكنيك، اتفقت معاك هم كانوا ثلاث صبغات بحرف الاس اللي هم سودان 3 سودان بلاك واوزميك اسيد اللي هو ثاني حرف فيها اس يعني، تمام. هم هنا برضه في نجاح حطوا سكيما كويسه اللي هي اسامه جاب دهون من السودان، فدي انا شايفها كويسه برضه، يمكن احسن من اللي انا قلتها كمان. زي ابير از سمول راوند دروبلتس، بتظهر في شكل نقط كده، دروبلتس ديت اللي هي زي نقط ميه كده، تمام، اور لارج جلوبيولز يعني، يا اما ممكن تجمعات الفات ديت تبقى حاجات صغيره جدا اللي هي في شكل دروبلتس نقط ميه صغيره كده، يا اما لارج جلوبيولز يعني كور كبيره كده من الفات، حتت دهن كده، تمام. ده باللايت مايكروسكوب. بالالكترون مايكروسكوب مش هتشوف تفاصيل كتير، بيقول لك ايه، زي ابير از نون ممبرينس دروب، يعني نقطه كده ما عليهاش غشاء. ذا دروبلتس مي ابير فيري دنس، يعني يا اما ممكن ان هي تكون كلها دنس كده، فيري دنس غامقه قوي ثرو اوت، اور ويز ا دنس كور سراوندد باي ا ليس دنس ريم، يعني بص زي الصورتين دول كده، يا اما تبقى كلها كده دنس على بعضها كده يعني نفس اللون اللي هو اللون الغامق الاسود الغامق، يا اما يبقى ليها دنس كور يعني الحته اللي في النص الوسط بتاعها يبقى غامق قوي والحته اللي بره اللي هي المحيط بتاعها من بره ما يبقاش غامق، يبقى افتح شويه. وده بيرجع لان الفجر بيوت ديت لسه بتتكون، ماشي، فبالتالي اللي بيتكون في النص دوت هو الاقدم دوت الدهن القديم، فالدهن القديم خلاص اكتمل تكوينه وترص جنب بعضه وتركز، فبالتالي لما باجي اشوفه بالالكترون ميكروسكوب بيبان ان هو غامق قوي الكترون دنس قوي لان هو ده دهن مركز، بينما الحاجات اللي فاتحه حواليها ديت ده دهن لسه بيتضاف، هو لسه بيتضاف لسه ما مسكش في بعضه قوي، فلسه تحسه ايه مخفف كده لسه مش مركز، تمام، لسه ما اتضغطش كده، فتلاقيه ايه مش الكترون دنس قوي زي اللي قبله، تمام. القديم دوت يبقى الكترون دنس اكتر من اللي لسه بيتكون جديد. فيعني الكلام كله ملوش لازمه اصلا يعني، انا عمال افهمك بس عشان انت ما تقراش كلمه مش فاهمها. زي ابير از نون ممبرينس دروب، ماشي، بتظهر في شكل نون ممبرينس دروب. ذا دروبلتس مي بي فيري دنس كلها على بعضها، يا اما في دنس كور وليس دنس ريم، تمام كده، تمام. يبقى سريعا كده احنا خدنا النيوتراتيف سبستانسز او كانوا عندنا ثلاث حاجات، البروتين والجلايكوجين والليبيد، تمام كده، تمام. دي برضو صورة الليبيد دروبلتس بالالكترون ميكروسكوب اهيت، يعني ما فيهاش حاجة مميزة يعني كتلة دهن كده محطوطة. نيجي بقى للبيجمنتس، تاني حاجة معانا البيجمنتس اللي هي الصبغات، ماشي، بعض الصبغات اللي بتتراكم في الخلية، بيقول لك زي ار ميمبرين باوندد سبستنس، يعني ديت بعض المكونات بتبقى متحوطة بميمبرين يعني محطوطة في حاجة كده زي اللي هو فاكر الريزيدوال بودز اللي هي بتبقى ما بعد اللايزوزوم، هي حاجة كده بقى متحوشة في كيس كده. which are present in only special types of cells، طبعا البيجمنتس دي مش موجوده في كل الخلايا، في بعض الخلايا اللي هي special types of cells ديت ممكن تجي لك ام سي كيو اقول لك البيجمنتس ديت موجوده في كل الخلايا ولا special types of cells مثلا، فتقول لي اللي هي special types of cells ممكن احطها لك مثلا true او false، او في حته ان هو سؤال all of the following is true except، واحط لك دي جمله كده في النص، تمام، انت تعرف هي صح ولا غلط. طيب البيجمنتس دي بقى ممكن تكون حاجه من اثنين، يا اما اندوجينوس بيجمنت يا اما اكسوجينوس بيجمنت. اندوجينوس يعني حاجه جايه من جوه الجسم، تمام، يعني دي صبغه الجسم هو اللي بيكونها، ماشي، وبتتراكم جوه خلايا الجسم. وفي اكسوجينوس يعني ديت صبغات بتيجي للجسم من بره، ماشي، زي الناس اللي بتحقن صبغات والحاجات دي. خلينا نتكلم اول حاجه عن الاندوجينوس بيجمنتس اللي هي الجسم بيكونها. اشهر صبغه بتتكون جوه الجسم هي صبغه الميلانين، دي اشهر حاجه. الميلانين طبعا اللي هي بتبقى موجوده في خلايا الجلد عشان تدي الجلد السمراء بتاعته، اللي هو ليه في ناس تبقى بيضه شويه وناس تبقى سودة، والناس اللي هم الزنوج اللي بيبقى لونهم اسود خالص، ده بسبب تركيز صبغه الميلانين ديت. صبغه الميلانين لما تتركز بصوره كبيره في الجلد تخلي لونه اسود، هي صبغه سودة اصلا، تمام. فالناس اللي هم البيض ما بيبقاش عندهم صبغه الميلانين بتركيز كبير، تركيز صغير جدا في من صبغه الميلانين. الناس اللي هم السود بيبقى عندهم صبغه الميلانين بكميه كبيره، في ناس ما بيبقاش عندها ميلانين خالص اللي هم بيبقوا كلهم بيض كده وبيبقى شعرهم ابيض وتحس نظرهم ضعيف، ماشي، ده بيبقى ما عندهمش ميلانين اصلا، جسمهم ما بيتكونش ميلانين، تمام. وطبعا صبغه الميلانين لها دور في حمايه الجلد من اشعه الشمس ومن السرطانات والحاجات ديت، عشان كده تلاقيها موجوده بتركيزات كبيره عند الناس اللي هم عايشين في افريقيا وخط الاستواء والحاجات ديت، لان هم معرضين للشمس بتركيزات عاليه جدا يعني، ماشي. بس صبغه الميلانين ديت مش موجوده بس في خلايا الجلد، يعني هي اشهر حته موجوده فيها اللي هي الابيدرمس اللي هي الطبقه اللي فوق الدرم اللي هي الادمه مش فاكر كان اسمها ايه، مش فاكر بالعربي يعني، اللي هي اسمها الابيدرمس اللي هي الطبقه اللي بتبقى موجوده فوق سطح الجلد خالص من بره يعني، ماشي.
بتبقى موجوده برضو في بعض الخلايا الاعصاب في منطقه كده في البرين اسمها السبستانشيا نيجرا. ماشي، كلمه سبستانشيا نيجرا، سبستانشيا ديت معناها ماده، ماشي، نيجرا يعني اسود، فنيجرا سبستانشيا نيجرا يعني الماده السوداء. دي ماده كده موجوده في البرين، لما بنبص عليها او بنيجي نفحصها سواء اناتومي او هيستولوجي بنشوف ان لونها اسود. لونها اسود ليه؟ علشان فيها صبغه الميلانين ديت، فسميناها السبستانشيا نيجرا بسبب ان فيها صبغه الميلانين. تمام. وبرضو الريتنا اللي هي خلايا الشبكيه بتاعه العين فيها انواع خلايا كتير، ماشي، يعني الشبكيه ديت فيها خلايا كتير جدا، خلايا عصبيه وخلايا جلايل سيلز وخلايا كتير، ماشي، من ضمنها خلايا كده بتبقى شايله الميلانين ديت، سميناها البيجمنت سيلز، يعني الخلايا المصبوغه، مصبوغه بسبب ان بيبقى فيها الميلانين بيجمنت، ماشي، بتاع الريتين. فبيقول لك ان الميلانين ديت بريزنت ان ذا ابيديرمال سيلز اوف ذا سكين، اللي هي الخلايا بتاعت الابيديرمس اللي في السكين، وديت بتدي السكين اللون بتاعه. موجوده في بعض النيرف سيلز بتاعت السبستانشيا نيجرا، قلت لك سبستانشيا نيجرا يعني الماده السوداء، ماشي. ممكن تستكمها كده ان كلمه نيجرا دي جايه من نيجر، النيجر اللي هم بيبقى فيها ناس سود عند خط الاستواء والحاجات ديت، ماشي. اوف ذا ميد برين، ميد برين دوت اللي هو عارف البرين ستيم اللي هو جذع المخ، جزء منه كده اسمه الميد برين، ماشي. يعني ما تركزش في التفاصيل ديت، تبقى تاخدها ان شاء الله في الاناتومي فيما بعد يعني. المهم تعرف ان هي سبستانشيا نيجرا وخلاص، ماشي. اند بيجمنت سيلز اوف ريتن، الريتن ديت اللي هي الشبكيه، بيجمنت سيلز دي بعض الخلايا اللي موجوده في الشبكيه بيبقى شايله الميلانين بيجمنت دي، ماشي. باللاين مايكروسكوب انت ممكن تشوف اللون بتاعها، بيبقى لونه براونش بلاك، يعني لون اسود بس مدي على بني شويه. تمام. بالالكترون مايكروسكوب بيقول لك ان هي بتظهر في صوره سمول لوزنج شيب جرانيولز. لوزنج شيب يعني شكل ايه، عامل زي المعين كده، او يعني هو شكل معين. تمام. فهي بتظهر في شكل جرانيولز يعني حبيبات لوزنج شيب، احفظ الوصف ده، ماشي، يعني ده ممكن يجي لك في الام سي كيو مثلا. وبيقول لك ان هي ممكن تكون تو تايبس، يا اما حاجه اسمها لايت جرانيولز يا اما دارك جرانيولز. ايه فكره لايت جرانيولز ودارك جرانيولز؟ قال لك اصل هي لما بيجي يتكون جرانيول كده من الميلانين بالشكل ده كده، بيبقى فيه موجود جواه انزيم اسمه تايروزينيز. التايروزينيز ده بيكسر جزء من صبغه الميلانين دي. تمام. التايروزينيز ده انزيم بيكسر امينو اسيد اسمه التايروزين. تمام. لما بيبقى موجود في النص كده بيبوظ اللون بتاع الميلانين شويه، يعني هي لونها اسود، الانزيم ده تقعد يشتغل شويه ويكسر جزء من الميلانين، فبالتالي يخلي لونها افتح شويه. فلما بنلاقي انه فيها سنترال كده حته في النص كده فاتحه شويه سميناها لايت جرانيولز. تمام. طب ايه هي الدارك جرانيولز؟ هي لايت جرانيولز برضو، بس تركيز صبغه الميلانين فيها عالي جدا لدرجه ان تاثير التيروزينيز ده مش ظاهر فيها، فخلاص احنا بنشوفها كلها سودا، اللي هي بتظهر بالشكل ده كده. يبقى ايه هي اللايت جرانيوز والدنس جرانيوز؟ الاصل اصلا هي كلمه اللايت جرانيوز، بيبقى فيها انزيم اسمه تايروزونيز بيكسر الميلانين فيخلي الصبغه فاتحه شويه. تمام. الدنس جرانيوز هي اصلا لايت جرانيوز، بس تركيز الصبغه اللي هو الميلانين عالي جدا، فخلاص تاثير التايروزونيز مش ظاهر، فبشوفها كلها سودا، ماشي. بيقول لك اللايت جرانيوز بيبقى فيها كريستالاين لاتس ستراكشر، لاتس ستراكشر دوت اللي هو الجسم دوت، او بيبقى شكل شبه المعين او دايموند شيب كده، ماشي، اوف تايروزينيز انزيم اللي هو الانزيم اللي اسمه تايروزينيز. اند دنس جرانيولز بيبقى فيه برضه دنس جرانيولز وذ سبيشال باترن اوف سبيسنج، الكلام مش مهم، ماشي، يعني اعرف بس اللايت جرانيولز ودنس جرانيولز وخلاص. اللايت جرانيولز بيبقى فيها التايروزينيز، الدنس جرانيولز ديت اصلا هي لايت تايب، يعني هي اصلا لايت، but the lattice structure is masked by the dense diffuse substance around it. يعني الانزيم دوت اللي هو بيعمل اللاتس ستراكشر، اللاتس ستراكشر يعني حاجه شبه الماس كده. تمام. اللاتس ستراكشر دوت ما بيبقاش ظاهر بسبب ان الميلانين مغطي عليه، طامس عليه كده. تمام كده. تمام. الحته دي مش موضوع اسئله يعني، عامه يعني تعرف ان احنا عندنا في لايت جرانيولز ودارك جرانيولز وخلاص، لكن الوصف ده مش مهم خالص، ماشي. في حاجه كده اسمها الميلانوسومز، الميلانوسومز دي بعض الاورجانيلز اللي بتبقى موجوده في الميلانوسايتس. ميلانوسايتس سايت طبعا يعني خليه، فميلانوسايتس دي الخليه اللي بيتكون فيها الميلانين، زي اللي هي الخلايا اللي بتبقى موجوده في الريتنا والخلايا اللي بتبقى موجوده في الابيديرمس والحاجات دي. تمام. بيبقى في موجود بقى حاجه كده اسمها ميلانوسوم، ميلانوسوم ده ميمبرينس اورجانيل، يعني هو بيبقى باوندد ويز ا ميمبرين. وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيصنع الميلانين ويخزنه جواه. تمام. طيب تاني صبغه بقى معانا اللي هي الهيموجلوبين، طبعا غني عن التعريف، الهيموجلوبين او اللي هو الاختصار بتاعه اتش بي، ده اللي بيبقى موجود في الريد بلاد سيلز او اللي هي كرات الدم الحمراء، وظيفته ان هو يشيل الاكسجين من اللنج يوصله للخلايا وياخد ثاني اكسيد الكربون من الخلايا يرجعه للنج علشان اللنج تتخلص منه. تمام. في بعض الهيموجلوبين ديريفاتيفز، ديريفاتيفز يعني مشتقات، الهيموجلوبين دوت بيبقى موجود جوه الار بي سيز، دوره حياه الار بي سيز لمده 120 يوم، يعني اي خليه كرات دم حمراء تقعد في الدم 120 يوم وبعدين تتكسر ويتكون غيرها. تمام. لما الخلايا بتتكسر الهيموجلوبين اللي جواها دوت هو كمان بيتكسر،
وبينتج عنه بعض الحاجات التانية زي مادة اسمها الهيموسيدرين، ماشي، ومادة اسمها البيلي روبين، ومادة اسمها البيلي فيرد، ماشي، ما فيهاش شرح. هيموسيدرين، بيلي روبين دوت اسمها المادة الصفراء أو الصبغة الصفراء، لأن ديت اللي بتسبب الصفرة، عارف مرض الصفرة اللي هو كان اسمه جوندس، تمام. الناس اللي تلاقي وشها كله مصفر كده وتحت عينيها مصفرة أو بياض عينيها دوت بتلاقيها أصفر، دي الناس بيبقى عندها الصفرة، دي ناس بيبقى عندها تكسير الهيموجلوبين دوت كتير جدا، فبالتالي بيزود كمية البيلروبين دوت فيظهر في الدم في شكل الصفرة، ماشي. البيلي فيردن دوت المادة اللي بتكون البيلي روبين، يعني الهيموجلوبين ينكسر يدينا بيلي فيردن، البيلي فيردن يكون البيلي روبين، وبيلي فيردن دي بتبقى صبغة خضراء بقى، يعني البيلي روبين ديت صفراء، البيلي فيردن دي بتبقى خضراء، ماشي. جاي من كلمة فيرت، فيرت يعني أخضر أصلا، ماشي. كلام مش مهم بقى، يعني هو انت تعرف هيموسيدرين وبيلي روبين وبيلي فيردن، انا بقول لك بس عشان تحس ان الكلام مألوف بالنسبه لك، مش عمال اقول لك كلام انت مش فاهمه وغريب عليك وخلاص، ماشي. طبعا كل الصبغات دي بتبقى موجوده في الفاجوسيتكسز، الخلايا البلعميه، لان طبعا دي كلها حاجات غريبه، يعني دي كلها مواد غريبه على الجسم، فاي حاجه غريبه الفاجوسيتكسز بتروح تبلعها، فبالتالي ممكن تلاقي الصبغات دي متركزه بكميات كبيره جوه الفاجوسيتكسز دي، تمام. اخر حاجه معانا في الاندوجينوس بيجمنتس، الصبغات الداخليه، هي اللايبوفيوسين بيجمنت. اللايبوفيوسين بيجمنت او ساعات الناس بيقولوا عليها اللايبوفيوشين بيجمنت، تمام. دي بتتكون من الليبيد، يعني بعض الليبيدز كده الجسم بيفشل في تكسيرها فبتتحول للصبغه ديت اللي هي اسمها لايبوفيوشين بيجمنت، وده ظاهر من اسمها اللي هي كلمه لايبو، ماشي. تلاقيها موجوده فين بقى؟ موجوده في انسجه بيكون فيها ليبيد بكميات كبيره شويه، زي النيرف سيلز، النيرف سيلز بيبقى متركز فيها ليبيد كتير، ماشي. زي الهارت، بعض خلايا الهارت، عند ستيرويد سكريتنج سيلز، الخلايا اللي بتفرز استرويد، استرويد هرمونز، طبعا انت عارف ان هي ليبت اصلا، ماشي، فبالتالي ممكن تلاقي فيها اللايبوفيسين بيجمنت دي بكميات كبيره. اوف اندوكراين جلاندز ان ايجد انيمالز اند هيومن، دايما الصبغات دي بتكتر في الناس اللي هي الكبيره، اللي هم الناس الايجد، الناس عندها 60 سنه 70 سنه، ودوت ليه؟ لان هم على مدار ال 60 70 سنه دول الصبغات دي عماله تتكون وتتراكم عندهم، فبالتالي انا ببدا الاحظها قوي لما سنهم يكون كبير، تمام كده؟ تمام. يبقى الاندوجينوس بيجمنتس احنا كان عندنا هي اربع صبغات، اول حاجه الميلانين، اتفقنا ان هي موجوده في ثلاث اماكن، يا اما في الابيدرمال سيلز بتاعت السكين، يا اما في النيرف سيلز بتاعت السبستانشيا نيجرا، يا اما في الميد يا اما في البيجمنت سيلز بتاعت الريتينا، بتظهر باللايت ميكروسكوب صوره براونش بلاك، بالالكترون ميكروسكوب عندنا لايت جرانيولز ودارك جرانيولز، وشكرا. الميلانوسومز ديت بتبقى موجوده في الميلانوسايتس، ديت ممبرينوس اورجانيلز، وظيفتها ان هي تصنع الميلانين ديت، تمام. طبعا بتشارك في التصنيع، لان الميلانين ده اصلا بروتين، فبالتالي بيدخل فيه بقى الريبوزومز والحاجات ديت، ولكن هي بيبقى لها دور في التصنيع، يعني مش مسؤول عن التصنيع بشكل متكامل. عندنا الهيموجلوبين دوت موجود في الريد بلاد سيلز، الهيموجلوبين ديريفاتيفز، الحاجات اللي بتنتج من تكسير الهيموجلوبين زي الهيموسيدرين والبيليروبين والبيليفيرن، بيبقوا موجودين جوه الماكروفاج. اللايبوفيوسين ديت مشتقات تكسير الليبيد، تمام. موجوده في النيرف سيلز، موجوده في الهارت، موجوده في الاسترويد سكريتنج سيلز، ماشي، بتظهر في الناس اللي هم سنهم كبير، الايجد، ماشي. طيب بالنسبه بقى للاكسوجينوس بيجمنتس، الصبغات الخارجيه، دي حاجات اتحقنت جوه جسم الانسان، تمام، او دخلت له غصب عنه، ماشي. دي ار تيكن، بيقول لك ار تيكن انتو ذا بودي فروم اوت سايد، جايه له من بره، ماشي. زي ايه؟ زي الدست والكربون بارتكلز اللي هم ذرات التراب والكربون بارتكلز، زي مثلا يعني دلوقتي انت ماشي في مكان فيه تراب، فيه عفره كده كتير، ماشي، اكيد بعض ذرات التراب ديت هتبدا تدخل من مناخيرك وتتسلل وتتراكم في اللنج عندك، فلما بتتراكم في اللنج بتعمل صبغات من التراب بيكون لونها اسود شويه كده، تمام. وبرده زي الكربون بارتكلز، الناس اللي بتشرب سجاير وبتشرب شيشه وبتشرب الحاجات دي كلها، كل دي ذرات كربون عماله تتراكم وتترسب جوه اللنج. عايزك تشوف مثلا دي صوره لنج، دي لانج بتاعت واحد مدخن، ودي لانج بتاعت انسان طبيعي، ماشي. لو بصيت يعني شايف كل الاسود دوت، كل الاسود ده كربون بارتكلز مترسبه بسبب ان هو عمال يشرب سجاير ويشرب شيشه والحاجات دي كلها، تمام. طيب المفروض بقى الهيلثي دوت يبقى نظيف قوي بقى، لا هو بص يعني اللانج بتاعته نسبيا بالنسبه للشخص دوت فلا هي نظيفه، ولكن يعني بص لو ركزت هنا كده مثلا هتلاقي في نقط سودا برضه. ايه هي النقط السودا ديت؟ دي بقى داست بارتكلز، بسبب ان هو ممكن في عفار في الجو، في تراب في الجو، فكل ده بيخش وبرده بيتراكم جوه اللنج عنده، بسبب برده ان هو مثلا شم كربون او شم قاعد مع واحد مدخن، فبدا يتراكم جوه اللنج بتاعته بعض ذرات الكربون والحاجات دي كده برده، فبتبقى موجوده برده في الهيلث هيومن، تمام، اللي هو الناس اللي ما بتدخنش. الدست والكربون بارتكلز بتبقى انهيلد، انهيلد يعني تم استنشاقها، تمام، انهيليشن يعني استنشاق. ذن فاجوسايتوز باي داست سيلز، اللنج بيبقى موجود فيها خلايا اسمها الداست سيلز، الداست سيلز دي عباره عن ماكروفاج،
تمام، اتفقت معاك قبل كده ان اي نسيج في جسم الانسان بيبقى فيه ماكروفاج بتتسمى باسم معين على حسب النسيج دوت. فالماكروفاج بتبقى موجوده في اللنج اسمها داست سيلز، وظيفتها ان هي تبلع اي داست بارتكلز، اي جزيئات تراب دخلت مع الهواء ماشي، بتبقى فاجوسايتوز باي ذا داست سيلز اوف ذا لنج، وبتظهر في صوره بلاك زي ما وريتك كده في الصوره ديت، يا اما هي دي الكربون وديت اسمها ايه دي داست سيلز او داست بارتكلز يعني. تمام. تاني سابقة معانا بقى اللي هي التاتو. التاتو دوت اللي هو الوشم، الناس اللي بتحقن وشم. الوشم دوت بيبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن صبغة بتتحقن بإبر تحت الجلد، تمام؟ ناس معينة كده بيحقنوها بإبر كده تحت الجلد، تروح الهيستوسايتس أو الماكروفاج اللي بتبقى موجودة في النسيج دوت، تبلع الصبغة ديت وتاخد اللون بتاع الصبغة دوت، وتفضل موجودة تحت النسيج بقى، فتكسب الجلد اللون دوت، تمام؟ لكن طبعا الوشم دوت حرام عندنا في الإسلام، وبيوصل لحد اللعن، يعني الناس اللي بتعمل وشم ديت بتتلعن، واللعن ده اللي هو الطرد من رحمة ربنا. فأنت متخيل أنت وصلت لمرحلة إيه يعني، حاجة مش هينة خالص يعني. تاتو بارتكلز ار بارتكلز اوف ان اورجانيك بيجمنت، يعني هي صبغه بس ان اورجانيك يعني مش عضويه، اظن انتوا عارفين الفرق بين اورجانيك وان اورجانيك. انتروديوسد باي نيدلز، بتتحقن عن طريق الابر زي الحقن كده، انتو ذا سكين في السكين، زين فاجوسايتوز باي ذا هيستيوسايتس. هيستيوسايتس يعني الخلايا الماكروفاج المقيمه جوه النسيج دوت، بتبلع الصبغه ديت وتخليها جوه ماشي. عندنا حاجه برضو اسمها لايبو كرومز، من اسمها كده، كلمه لايبو معناها ليبت، كروم يعني صبغه، يعني صبغه او كروم يعني لون يعني، فديت صبغه بتتكون من ليبيد ماشي. قالك زي الكاروتينز، ايه هي الكاروتينز ديت؟ الكاروتينز ديت هي المواد اللي بتكون فيتامين ايه ماشي. لو تسمع فيتامين ايه بيبقى موجود في الجزر، بيتكون من الماده اللي اسمها كاروتين ديت، وهي في الاصل اصلا بيكون ليبيد يعني ماده دهنيه كده ماشي. موجوده بقى في بعض الاكلات زي الجزر، الناس مثلا بتاكل لايبو كرومز بكميه كبيره او كاروتينز بكميه كبيره، او الناس اللي بتاكل جزر بكميه كبيره، بيبدا الكاروتينز دي تتراكم جوه جسمها وتخلي جسمهم يكتسب اللون الاصفر شويه، وفي حاله كده اسمها هايبر كاروتينيميا. هايبر كاروتينيميا ده واحد كل جزر كتير جدا ماشي، فبالتالي بقى عنده كميه كاروتين كتير جدا في الدم عنده ماشي، بتظهر باللون الاصفر، هي الصبغه دي لونها اصفر نفس لون الجزر بالظبط ماشي، فتلاقي انه الجلد بتاعه او جسمه كله اتلون باللون الاصفر تمام. وده بيلخبطنا مع حاجه كنت اسالها لك من شويه اللي هي الصفره، مرض الصفره ده بيبقى الجلد بتاعه كله اصفر، والهايبر كاروتينيميا اللي هو الناس اللي عندها كاروتين بيجمنت بكميه كبيره بيكون الجلد بتاعها برده لونه اصفر تمام. بنفرقهم ازاي؟ بتبص على العين، شايف البياض اللي هو بتاع العين دوت، لو لقيته ابيض وجسمه كله اصفر يبقى ديت هايبر كاروتينيميا، يعني هو عنده واكل جزر كتير. لو لقيت البياض بتاع العين دوت لونه اصفر يبقى دوت عنده صفرة، عنده بيليروبي تمام كده. يعني دي معلومه بس ايه كلينيكال كده نكسر بيها الملل بتاع الهيستولوجي. بيقول لك اس كاروتين انجستد ويز فود اوف كنت يعني كاروتين كونتيننج سبستنسز، اللي هي بعض الاكلات اللي بيبقى موجود فيها الكاروتين زي الكاروتس اللي هي الجزر، بتبقى متخزنه في الفات سيلز، لان هي طبعا اصلا هي مواد دهنيه، فبتروح تتخزن في الاماكن اللي فيها دهن زيها ماشي. اخر حاجه المينرالز اللي هو التسمم بالمعادن، شخص مثلا تسمم بحاجه فيها فضه، او شخص تسمم بحاجه فيها رصاص، الفضه لما بتدخل للجسم تركيزات كبيره جدا بتتراكم في خلايا الكونكتيف تيشو بتاعه الجلد تمام، اللي هي الخلايا بتاعه الادمه ماشي، فتخلي الجلد ياخد اللون الفضي بتاع الجلد بتاع الفضه دوت، زي الشكل ده كده، ده راجل عنده تسمم بالفضه، بص الجلد بتاعه تحسه نفس لون الفضه كده، يعني هو كان طبيعي بس لما حصل له تسمم بقى لون الجلد بتاعه عامل كده تمام. الصوره دي حقيقيه يعني، الراجل ده بيطلع في التلفزيون وله لقاءات كتير وكده يعني ماشي. وفي بعض الناس اللي بتتسمم بالرصاص اللي هو الليد دوت، الرصاص بيروح يتراكم في الجمز اللي هي اللثه بتاعتها، بيظهر بالشكل ده كده برضه يعني. بص كل الحاجات الغريبه دي، ده كله الرصاص كده متراكم في اللثه عنده بسبب تسمم بالرصاص. بيقول لك ار ديو تو انتوكسيكيشن، انتوكسيكيشن يعني تسمم وذ سيلفر، وده بيظهر في الكونكتيف تيشو اوف ذا سكين، بيظهر في الجلد، اور ليد ويتش ابيز ان ذا كونكتيف تيشو سيلز اوف جامز، اللي هي بتاعه اللثه تمام. اخر حاجه الكريستالويدز، الكريستالويدز ديت هي اجسام شبيهه بالكريستالز، احنا مش عارفين هي اتكونت ازاي، ولكن يعني في نظريات كده بتحاول تفسر الكريستالويدز ديت اتكونت ازاي، احنا بس ان احنا شفناها تحت الميكروسكوب. بتكون عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات يعني مواد عضويه مترصف فيها املاح، يعني مثلا ميتوكوندريا ماتت ماشي، والجسم ما تخلصش منها، لا الجسم راح جاي مرسب عليها كالسيوم، فبالتالي بقى عندي حاجه متحجره كده موجوده جوه الخليه ماشي، يعني عباره عن ميتوكوندريا بترسب فيها كالسيوم، كالسيوم بينشف اي حاجه يخليها شبه العظم كده، فبنسميها ايه كريستالز او كريستالويدز، حاجات شبيهه بالكريستالات. اداك مثالين، قال لك حاجه اسمها شارك بوتشر،
كريستالويدز، ودي بتبقى موجوده في السيرتولي سيلز. طبعا انتوا عارفين خلايا سيرتولي اللي هي بتبقى موجوده في الخصيه، ماشي. وتاني حاجه قال لك كريستالز اوف رينكي، كريستالات رينكي، ودي بتبقى موجوده في الانترستيشال سيلز اوف لايدنج. الانترستيشال سيلز اوف لايدنج ديت خلايا بتبقى موجوده برضه في التستس، ديت اللي مسؤوله عن افراز هرمون التستوستيرون، تمام. عارفين هرمون التستوستيرون، هي الخلايا اسمها كده، يعني هي اسمها انترستيشال سيلز اوف لايدنج، ده اسمها، ماشي. المهم يعني حته الكريستالويدز ديت مش مهمه قوي، ما تركزوش فيها قوي يعني. احنا تعرف بس ان احنا عندنا حاجه اسمها شارك بوتشر كريستالز، ودي بتبقى موجوده في سيرتولي سيلز، وكريستالز اوف رينكي موجوده في الانترستيشال سيلز اوف لايدنج، وقلت لك مش مهم. الحمد لله كده خلصنا النون ممبرينس اورجانيزمز كلهم، فاضل لنا كده النيوكلاس، ان شاء الله ناخدها في خلال فيديو او اتنين بالكتير، ونخلص السيتولوجي. ولو خلصنا السيتولوجي نبقى خلصنا تقريبا 45% من منهج الهيستولوجي، الحمد لله يعني. السلام عليكم.